بعد 3 أشهر من الدروس عن بعد بسبب وباء كوفيد-19، عانق التلاميذ مرتدين الكمامات والواقيات الطريق نحو المؤسسات التعليمية لاجتياز الاختبارات التي تنظم في ظرفية استثنائية. الحمد لله جميع الظروف تم توفر ديالها، الظروف الوقائية، الظروف اللي غتضمن السلامة، جميع التجهيزات تم يعني التوزيع ديالها على الطلبة والتلاميذ، كم تم كذلك تعقيم يعني الالتزام الحرفي بجميع البروتوكول اللي اقترح اللي درته الوزارة، والبروتوكول الجهوي كذلك لضمان الاحترازات الأمنية جميع المترشحات والمترشحين، جميع المتدخلات من مراقبين، من رؤساء مراكز، من حراس إلى آخر الإخوان والموظفين الذين يشاركون في هذه العملية. وهي مناسبة باش نشيد ونوه بجميع الأطر اللي ساهمت معنا في هذا التنظيم وكذا يكون خرطت معنا في هذه الإجراءات كلها، اللي الحمد لله اليوم كتجسد على أرض الواقع، والأجواء عادية في جميع المراكز الحمد لله، وكاين المسؤولية حاضرة والتزام حاضر باش أنه هذا الاستحقاق إن شاء الله يدوز في أحسن الظروف. ويجتاز اختبارات البكالوريا على مستوى عمالة فاس 19977 تلميذاً. أولاً أنا من المترشحين الأحرار اللي بغيت نجتاز هذا العام الباك. بالنسبة لنهضر الإجراءات الاحتياطية للكورونا، لقينا يعني ديك الشيء كانوا اللي كانوا هضروا عليه كامل، يعني اللي بافيت التعقيم يعني التباعد، يعني صراحة هذا الشيء لقيناه في البداية واليوم الثالث كذلك. وقد تم تهيئة 310 مركز للامتحان من أجل ضمان السير الجيد للاختبارات على مستوى جهة فاس مكناس، منها 7 مراكز على مستوى المؤسسات السجنية.